انه نحن عم نناقش موازنه من دون قطع حساب. يعني اساسا في خلل بالموضوع. لا مش بس خلل، عم نعمل عمل غير دستوري وعم نخالف الدستور. وبالسنوات الماضية وقت المرأة كانت استثنائيا لنكون خلصنا قطع الحساب، عم نكفي بالمخالفات الدستورية. وأنا بعتقد ما بيقدر ولا حدا يتجاوز قطع الحساب. يعني كيف بدنا نحل هيدا التجاوز الدستوري؟ أنا برأيي هيدا التجاوز الدستوري ما له حل بقى، لأنه عدة مرات اعتبرنا انه اذا تركناها للسنة بعدها بصير قطع الحساب وهلم جرى فالج ما تعالج. انا برأيي بكل الادارة الموجودة المنظومة الموجودة اليوم ما في امل لللبنانيين ننتقل لدولة بالمعنى الصحيح للكلمة. هيدي بكل للأسف. ايه مع الاسف، مع الاسف. بعدين عم نحكي عن موازنة، ما بعتقد هذه التسمية الدقيقة ليلي بعتلنا اياه. هن من ما فيها مفهوم الموازنة الصحيح، ما فيها ولا جنس الإصلاح. كل شيء فيها كيف الدولة بدها تضرب شمال ويمين لتلم مصاري، لا أكثر ولا أقل. خليني أقول لك، الاقتصاديون وصفوها بأنها تدميرية للاقتصاد صحيح. الشرعي وتمريرها جريمة بحق القطاع العام والخاص والموظفين. هيدا بشكل عام. مشان هيك نحن بخصوص تمريرها شو عم نجرب نعمل؟ نحن عم نجرب نخلصها ونبعتها على الهيئة العامة قبل آخر السنة، لأنه عادة نقاش الموازنة بيقدر يحصل أو لآخر السنة أو يتمدد شهر جانفيه، بس هيدي بده يكون في رئيس جمهورية ليعمل هالتمديد. خلينا نهين، العقد العادي بينتهي بآخر كانون الأول. صح. في حال نحن محتاجين نمدد نعمل عقد استثنائي بده وجود رئيس جمهورية، ما في رئيس جمهورية، وبالتالي ما في عقد استثنائي. هلا واضح؟ واضح. يعني مضطرين نبتها، لازم نبتها قبل 31/12. وبالتالي نحن لازم بأسرع وقت ممكن نرفع على الهيئة العامة ونروح نناقشها لنتجنب من أنه الحكومة تبتها بمرسوم. يعني في حال تجاوزنا 31 كانون الأول ولم يتم التصويت بمجلس النواب، الحكومة لها حق تصدر الموازنة كما هي. نعم. من دون تعديلات. نعم. من دون مناقشة، ولها حق تاخذ بعين الاعتبار نقاط نوقشوا وتعدلوا. خلينا نكون واضح، بس غير ملزمة، بس منا ملزمة. أوكي. بس لنكون عم نوضح للناس. يعني على النواب وعلى لجنة لجنة المال والموازنة عم تشتغل بالسرعة القصوى لتعمل هالشي، وأنا دايما على تواصل مع كل النواب ملتزمين بحضور هالجلسات. أنا ما بدي أحكم عن النوايا، بس لحد هلأ ريتم الشغل جيد. ماشي جيد مشان يأمن هالموضوع، ونحن عم نحضر كتكتل كل الجلسات ومعجلين. وكل حضرتك هلأ رح تحكي فيه بالضرائب، نحن رفضنا ودونا رفضنا بلجنة المال والموازنة، وبتصور انه رح يطلع التقرير يحمل رفضنا لكل هالضرائب يلي اولا، بس لنحكي انطلاقا من يلي قالوا الاقتصاديين، الضريبة إلى وضع له أصول. أولاً لازم يكون في سياسة ضريبية، مش ضريبة لتجميع مصاري من الناس عشوائية تضرب الاقتصاد. ليه؟ لأنه في ترابط وثيق بين الضرائب والنمو والاقتصاد، وبالتالي مشان هيك ما بيدخلوا إجمالاً الضرائب على الموازنة. في قوانين ضرائب تنحط سياسة ضرائبية وبيشرعوا ضرائب انطلاقا من السياسة الضريبية. ليه؟ لأنه الخوف الكبير أنه أنت اليوم من بعد أزمة 19 عم ببلش كان الاقتصاد يفوت من الصفر نمو لاثنين ثلاثة أربعة نمو، ونحن بدون نمو ما فينا نقلع، ما فينا نرد ودائع، ما في النظام المصرفي يمشي، ما في شيء يمشي بالبلد. هل بيجي أنا عشوائيا بضرب هالتقليعة يلي ما ثبتت بعد بالسيستام المالي؟ هيدا السؤال يلي أي عاقل بيسأله. نحن جوابنا ككتلة جمهورية قوية درسنا الموضوع، منقول لا،
هيدي الضرائب ما بتنحط هيك، ما نتفق على سياسة ضريبية، ونحن مع سياسة ضريبية تطال يلي لازم تطالون، بس بذات الوقت مع سياسة ضريبية ما بتضرب الاقتصاد ونمو الاقتصاد بهالوضوح.